تواصل مديرية الشرطة جهودها في توعية المواطنين والمقيمين بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنها إلزام الجميع بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمحلات التجارية بجانب منع التجمعات وتحقيق التباعد الاجتماعي. الهدف يعني أن تكون وقاية، لأن أنت لابس كمام والزبون لابس كمام، يعني وترك مسافة ما بينك وما بين الزبون متر. تواصل مديريات الشرطة جهودها التوعوية التي تهدف إلى إلزام المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمحال التجارية، باعتبار ذلك من أبرز الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بجانب منع التجمعات والعمل على تحقيق التباعد الاجتماعي بالشكل الذي يضمن الحماية والسلامة للجميع. حقيقة شرعنا إحنا كأجهزة إنفاذ قانون في تنفيذ هذا القرار، وكانت هناك توجيهات مباشرة من سيدي صاحب معالي وزير الداخلية ومتابعة مستمرة من قبل سيدي رئيس الأمن العام بشأن تدشين عمليات توعية وإرشاد متزامنة مع صدور هذا القرار. اليوم شرطة خدمة المجتمع تقوم بدور كبير في محافظة العاصمة وفي شتى المحافظات الأخرى من حيث التوعية في المجمعات التجارية، الأسواق التجارية والأحياء السكنية أيضا. والحقيقة اللي رصدناه من خلال عملية التوعية والإرشاد للمواطنين والمقيمين بمملكة البحرين، رصدنا تجاوب كبير وبنسبة عالية جدا من قبل المواطنين والمقيمين، وإشادة بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية. والحقيقة نشكر من هذا المنبر جميع المواطنين والمقيمين الملتزمين بهذه القرارات الصادرة مؤخرا. وبالتوازي مع جهود مديريات الشرطة، يبقى وعي وتفهم المواطنين والمقيمين واستجابتهم للتعليمات والإرشادات التي تسعى في المقام الأول لسلامة المجتمع وأفراده، إذ أن حماية الفرد لنفسه هي حماية لمجتمعه. طبعا شرطة المجتمع نفس ما لاحظنا في أي مكان احنا رحنا، شفناهم دائما متواجدين، دائما ينصحون الناس سواء كانوا مواطنين أو وافدين. بالعكس احنا شفناهم متواجدين في كل مكان ودورهم فعال. ان شاء الله هي فتره وتعدي، يعني نتحمل كل شيء، شوي الظروف صعبه بس ما علينا، نلتزم ببيوتنا، نلتزم بارتداء الكمامات، حتى يعني لو عندنا كمامات قد ما نقدر ان احنا ما نطلع. الشعب البحريني والمقيمين في البحرين واعين الى هذا الشيء، نشوف احنا مدى التزام الاشخاص في لبس الكمام او القفازات، فهذا الشيء يساعد على يعني تقليل من انتشار هذا الفيروس، وهذا ما يدل على الجهود الواضحه اللي تقيم فيها الدوله من مؤسساتها والالتزام يعني التزام المواطنين بهذه التعليمات. الحمد لله الجهود جباره ومشكورين على هاي الجهود، الشرطه وشرطه المجتمع في الاماكن العامه وفي التجمعات، وقاعدين يمنعون من هالتجمعات. وبالنسبة لارتداء الكمام يعني صارت إنه ضرورة ملحة، أو يجب على الجميع، جميع المجتمع والمقيمين يلبسون الكمام من أجل سلامتهم، من أجل سلامة الجميع. مثل ما نشوف شرطة المجتمع قاعدة توعي وتنصح اللي مو لابس أو اللي مو ملتزم بارتداء الكمام، تنصحهم أن يلبسون الكمامات من أجل سلامتهم وسلامة الجميع. إن التوعية والتجاوب معها طرفا المعادلة السليمة التي سيؤدي الالتزام بها للوصول إلى بر الأمان وإسدال الستار على أزمة كورونا التي ما زالت تضرب العالم كله. حفظ الله الجميع وحمى البحرين من كل مكروه.